أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 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 الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلى إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم وأبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين وخير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وفي هذا الشهر الكريم، في شهر رمضان المبارك، في الشهر الذي هو مدرسة للأجيال عبر التاريخ منذ أن بعث الله الأنبياء على وجه البسيطة، هذا الشهر وهذا الصيام الذي كان مدرسة ولا يزال، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كان مدرسة لمن كانوا قبلنا يتعلمون فيها كيف يؤوبون إلى ربهم، كيف ينوبون إلى الله عز وجل، كيف يرجعون عن معاصيهم وغيهم، كيف يستقيمون على الطريقة والجادة، كيف يستفيدون من جوع البطن لا لتجوع بطونهم وحسب. فكثير من الناس يقومون بما يسمى الرجيم أو الرجيم، الحمية الغذائية، قد يصومون 40 يوما عن الطعام ويشربون الماء فقط ولا يأكلون شيئاً آخر، قد يصومون عن أصناف معينة من الأطعمة كما يصوم النصارى عن اللحم ومشتقات اللبن، قد يصومون عن وعن 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 حمية تجوع البطون وتستفيد الأجسام، لكن الصيام لم يشرع من أجل تجويع البطون ولا من أجل فائدة الأجسام وحسب، إنما شرع لنتقي الله سبحانه وتعالى
لنحرك ما في داخلنا من طاقة خفية شرعية، من تقوى، من دين، من خشية، من حب لله سبحانه وتعالى، نزيدها بهذا التجويع، لا للتجويع وفي نفس الوقت لإضعاف الطاقة الشيطانية، لإضعاف الشياطين، لإضعاف النفس التي لا يؤدبها ولا يحركها ولا يهذبها إلا التجويع، إلا الحرمان من اللذات والمطاعم والمشارب. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين يصومون ذلك الصيام الذي ذكرناه، تجويع البطن وتجويع الجسد، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يا من صمت عن الطعام والشراب ولم تصم عن الخنا ولم تصم عن الزنا ولم تصم عن الكذب ولم تصم عن الغيبة والنميمة ولم تصم عن زنا العينين ولم تصم عن المسلسلات ولم تصم عن الموسيقى ولم تصم عن الربا فليس لك من صيامك إلا الجوع والعطش. الأمة كما ترونها في رمضان وفي غير رمضان سيان، بل في غير رمضان ربما أفضل من رمضان، فهم ليسوا مشغولين بالتسوق وإعداد أنواع الحلوى والأطعمة والأشربة. في غير أيام رمضان الناس مشغولون بحياتهم بأبنائهم، يأتون إلى المساجد أحياناً، يحضرون بعض الدروس. أما في رمضان نتحول إلى ورشة عمل، فالرجل همه طوال اليوم أن يتسوق، والمرأة همها من الصباح الباكر أن تعمل وتطبخ وتصنع الحلوى. أين العبادة؟ أين قراءة كتاب الله؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه الحلوى، شهر رمضان الذي أنزلت فيه أنواع الطبيخ والمآكل والمشارب، شهر رمضان الذي جعل مدرسة للطباخين في الفضائيات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنه شهر القرآن، إنه الشهر الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، إنه شهر الرحمة، إنه شهر العبادة. كانوا يقرؤون كتاب الله لا يتوقفون عن تلاوته في هذا الشهر. كان بعضهم كالإمام مالك رضي الله عنه يترك التحديث وهو المحدث الذي قيل فيه لا يفتى ومالك في المدينة من أعظم وأجل أئمة الإسلام، كان يجلس إليه تلاميذه يقرأ عليهم الحديث كل يوم. فإذا دخل شهر رمضان أغلق وطوى موطأه وجلس يقرأ كتاب الله ليل نهار. هذا هو الشهر، هذا هو العمل في هذا الشهر، شهر التدين، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر الإنابة، شهر التوبة إلى الله. الأمة سيان، بل في رمضان يزداد لهوها ويزداد أكلها وشربها، وكأني بهم يأكلون كثيراً فيشربون كثيراً فينامون كثيراً فيضيعوا كثيراً، كما قال عيسى لبني إسرائيل عليه السلام، قال لهم يا بني إسرائيل لا تأكلوا كثيرا فتناموا كثيرا،
أو فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتضيعوا كثيرا، نهارهم ليل وليلهم نهار. لذلك فهذه الأمة التي لا تنصلح لا في رمضان ولا في غير رمضان، أنى لهم أن يعودوا لعزهم، أنى لهم أن يعودوا لمجدهم، أنى لهم أن يحكموا العالم كما حكمه أجدادهم. من أين؟ لا والله، والله لا يحلم بهذا، إنه لا ينصلح حال آخر هذه الأمة إلا بمن صلح به حال أولها، كما قال مالك رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ولذلك هذا هو الذل الذي نعيشه، نحن كعكة تتقاسمها البلدان، نحن كرة يعبث بنا. وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب ثوبان رضي الله عنه: كيف بك يا ثوبان؟ كيف بك؟ ماذا تفعل عندئذ؟ كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعينا على القصعة في رمضان، كتداعي الأكلة إلى قصعتها أو على قصعتها؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لا لا، لستم قليل، لستم بقليل، لستم قليلا يا أمة محمد، بل أنتم في كل مكان، أنتم في بلاد الإسلام وفي بلاد النصارى وفي بلاد اليهود وفي بلاد المجوس وفي بلاد البوذيين وفي بلاد الهندوس، أنتم في كل زاوية وفي كل رقعة وفي كل بقعة، لكنكم زبد كزبد البحر، غثاء كغثاء السيل، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبتنا. لماذا يا عباد الله؟ لماذا يا عباد الله؟ نريد العزة؟ نريد القوة؟ الله سبحانه وتعالى أنزل علينا في كتابه الداء والدواء، كما قال سلمان الفارسي: كتاب الله فيه داؤكم، فيه مرضكم ودواؤكم. نريد العزة، نريد الخير، لابد أن ننتبه إلى أمور وأن نجعلها حلقة في آذاننا وأن نجعلها نصب أعيننا. كيف تنهض أمة والله سبحانه وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. إذن الذي يعرض عن ذكر ربه، وانظروا في حال الأمة، هل هذه الأمة مقبلة على ذكر ربها أم معرضة عن ذكر ربها؟ الأمة التي بلغت تعداد الفضائيات فيها الآلاف، الأمة التي لا ترى الناس في الشوارع بعد المغرب يشاهدون الحوازير والرقص والطبل والزمر في بيوتهم، والرجل يجلس على المفسقيون وتجلس إلى يمينه زوجته وإلى يساره ابنته يشاهدن، لأني سأجعله ضمنهن، لأنه لو كان رجلا لما فعل، يشاهدن أفخاذ الرجال وعضلات الرجال. أين الشرف؟ أين الحمية؟ أين الفطرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة ديوث. أين أنت وهؤلاء المخنثون في المفسقيون يتراقصون ويتمايلون طربا ودلالا أمام زوجتك؟ أين أنت؟
أنت رجل؟ لا والله، والله من يفعل ذلك قد برئت منه الرجولة. أين أنت؟ أين هذه الأمة؟ أين هذه الأمة التي هي غارقة في اللهو والفحش وتريد أن ينصرها الله وأن يعزها الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ كيف والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كيف؟ أي نصر هذا؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون، ويحسبون أنهم مهتدون. إذا ناقشته، إذا كلمته، إذا ذكرت له، إذا قلت له: يا عبد الله، قال الله عز وجل في كتابه، قال رسول الله في سنته: هذا حرام، هذا لا يجوز، هذه دياثة، هذا فحش، هذا سبب دمار الأمة، قال لك: يا أخي، الدين يسر، والله هو عليك عسر، وليس عليك بل وعلى أولادك وزوجتك، وليس على أولادك وزوجتك بل على جيرانك، وليس على جيرانك بل على قومك وعلى أمتك. فالمعصية لها شؤم ونحس يتبع الخلق حتى يوم القيامة، حتى الأبناء. الأبناء إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. هذا الضلال وهذا الفساد الذي ترتكبه أنت يقع على أولادك ويصيبهم بالشرر والضرر. إذن كيف؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إذا أردنا أن نرتفع، ولو أن أهل القرى رقصوا، زمروا وطبلوا، شاهدوا الحوازير، أكلوا الربا، عاكسوا النساء، غازلوا النساء، فعلوا الفواحش، كذبوا، نصبوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا هناك، وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على المنهج الصحيح، وأن لو استقاموا على منهج الأنبياء والرسل، لأسقيناهم ماء غدقا، لأعطيناهم من كل خير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركة واحدة، لا بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كذبوا وعصوا ربهم، الكذب والمعصية، تكذيب الله وتكذيب رسوله، محادة الله والرسول. إن الذين يحادون الله ورسوله فرحوا، سعدوا، تهنوا، كبتوا، تعرفون الكبت؟ كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أولئك في الأذلين،
ما يكون أبدا من السعداء المرتفع، بل يكون من من المذلولين والأذلين. وهذا وعد الله، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما بلاء إلا بذنب، لا بلاء إلا بذنب، ولا يرتفع إلا بتوبة. فإن أردنا أن يرفع الله عنا البلاء والغلاء وفساد الأبناء فلا بد من توبة ورجوع وحوبة وأوبة إلى الله. توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، فالله سبحانه وتعالى ينقذنا وينصرنا إذا استقمنا على الطريقة. فكيف نستقيم على الطريقة؟ كيف نستقيم على الطريقة؟ إقلاع عن الذنوب والمعاصي، إقلاع عن الآثام والشرور، بعد عن الفواحش ومواطن الريبة. هذا أولا، لأنه قال لا يرتفع إلا بتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويخبرنا عن حال الأمة، يقول إذا تبايعتم بالعينة أصبح المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فضلا عن بلاد المسلمين يتعاملون ببيع العينة، يضحكون على الشرع، يفعلون كاليهود، يحتالون على الدين. إن الله لما حرم على اليهود شحوم الإبل جملوها فباعوها، احتيال على الدين. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. الشرط لارتفاعه واحد، واحد، والرافع له واحد لا ثاني له. ولو اجتمع علينا من في أقطارها لكي يرفعه لم يرفعه، لن يرفعه عنكم حتى يهلك الله اليهود، حتى يهلك الله النصارى، حتى يتحطم الاتحاد السوفيتي، حتى تغرق أمريكا كأطلنطا، لا أبدا، حتى تعودوا، حتى ترجعوا إلى دينكم بس. هذا الشرط. والشرط الآخر أن تؤمن بأن الله هو الذي سيرفعه وليس أحد آخر ولا طريقة أخرى. إذن لابد من الرجعة إلى الدين، لابد أن ترجع إلى دينك يا عبد الله، فإن لم تفعل فوالله لن يعزك الله، بل ستكون ذليلا فردا، ذليلا جماعة، ذليلا دولة، ذليلا أمة، ذليلا شعوبا وأجناسا، كحال المسلمين اليوم. انظر انظر، تفكر واعتبر. إذن التوبة إلى الله، رفع المعاصي والفواحش، والرفع الفوري، التسويف والتأجيل هذا من الشيطان. إن كنت على معصية من هذا فاعقد العزم الآن أن ترفع، الآن، ليس غدا، ليس بعد غد. المدخنون ما يقول آخر الشهر، لا يقول بعد يومين حتى تنتهي علبة الشيطان السجائر، لا، الآن تخرجها من جيبك وأنت في المسجد هكذا تكسرها، هذه التوبة. لا تسوف، لأن الشيطان، لأن الموت قد يكون أسرع إليك وأنت جالس الآن تموت، لا تسوف. هذا أولا. ثانيا، لا بد إذا أرادت الأمة أن يرفع الله من قدرها أن ترفع قدر ربها، أن تعظم ربها، أن تعرف له حقه وقدره، لا أن تعرف أسماء المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات ولاعبي كرة القدم واللاعبات،
وأسماء المدن والشوارع وأنواع السيارات، لكنهم لا يعرفون ربهم، لا يعرفون إلا أنه الله. يا وفرحتاه، وفرحتاه بأنك تعرف أنه الله. هذه يعرفها القاصي والداني والمسلم والكافر والبوذي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لن يقول أحد بوش ولا بيل كلينتون ولا بوذا ولا كونفوشيوس، وإنما لا يقولن الله. فلم تأتي بجديد، لم تأتي بجديد، لكن إن أردت أن تعرف قدر ربك الذي قال في حق نفسه سبحانه وتعالى، قال في حق نفسه وكأنه يعاتب هذه الأمة ويعاتب غيرها من الأمم، هو ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. لا بد أن نعرف قدر الله، وإذا أردنا أن نعرف قدر الله لا بد أن يكون كل واحد منكم عالما بحقوق الله، بتوحيده الذي غفلت عنه الأمة، بحق الألوهية وحق الربوبية وحق الأسماء والصفات، أن تعبد الله بأفعاله. من يعبد منا الله بأفعاله؟ أين هو؟ أريد أن أراه. من منا الذي لا يحلق لحيته لأنه يخشى من صاحب العمل؟ لأن صاحب العمل هو الرزاق وليس الله، الذي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. من منا الذي غطى وجه زوجته ويعتقد أن المعطي والمانع للجنسية هو الله، وللأوراق هو الله، وليس نقاب الزوجة ولا غطاء وجهها ولا حجابها؟ من منا؟ قليل ما هم. إذن إذا أردت أن تعرف حق الربوبية لله حتى تقدره حق قدره، لابد أن تعتقد اعتقادا جازما نظريا وعمليا بأن الخالق هو الله، تعبده بأفعاله، من أفعاله أنه يخلق وأنه يحيي وأنه يميت وأنه يرزق وأنه يعطي وأنه يمنع وأنه يصرف الأمور، وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، ولا شيء في الكون بيده مقاليد السماوات والأرض، يقول للشيء كن فيكون. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا توحيد الربوبية. لا تعتقد أن صاحب العمل ولا رئيس الدولة ولا الغفير ولا الوزير ولا الناس ولا شيء بيده شيء أبدا، نظريا في القلب وعمليا بتصرفاتك. إذا أردت أن تقدر الله حق قدره فنفذ له ما أمرك به من حقه الثاني، وهو أن تعبده بأفعالك أنت. وجه كل أعمالك لله، لا تخشى إلا الله، لا تعتقد إلا في الله، لا تظن إلا أن الله سيفعل، لا تذبح إلا لله، لا تنحر إلا لله، لا تنذر إلا لله. إذا صليت، إذا صمت، إذا زكيت، ففعله خالصا لوجه الله، لا تشرك معه أحدا، لا تحلف إلا بالله، لا تحلف برأس أمك وأبيك وخالتك والنعمة، لا تتطير، لا تتطير، لا تعتقد أن هذا نحس وأن هذا ليس نحسا، لا تلبس الحدوة والحلقة والتميمة والودعة، لا تعلق حذوة الحصان في السيارة، لا تذبح على عتبة البيت وتطبع الدماء،
إياك. إذا أردت أن تعطيه الحق الثاني حق الألوهية أن تعبده بأفعاله انتبه على هذا. من منا الذي يفعل أو الذي لا يفعل هذا الذي ذكرته؟ وقليل ما هم. إذن لا نعرف حق الله. ثم إن أردت أن تعرف قدره كما تعرف لون شعر برناردو ولون عيون أنجليكا ومواصفات لا أدري من وطوله وعرضه ووزنه وصفاته، فالذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الخالق العظيم أولى وأحق بأن تعرف صفاته وأن تعرف أسماءه وأن تتقي الله فيها وأن لا تلحد في أسمائه ولا صفاته وأن لا تنسب له ما ليس له وما لم ينسبه لنفسه. فكم منا من يسمي الله بأسماء عجيبة، فالله هو المسبب والمساعد والمساند، وهذه أسماء ليست من أسماء ربنا عز وجل. كم إنسان يلصق في الله اسما ليس من أسمائه أو يصف الله بصفة ليست من صفاته، لأننا لا نعرف قدره. كم منا من لا يعرف شيئا عن صفات الله، أن لله عينان وأن له يمينان وأن الله سبحانه وتعالى له وجه وأنه يتكلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. من منا يعرف هذا؟ معظمنا لا يعرف صفات ربه ولا يفهم. إذن كيف بخالق، كيف بعدم نعبده؟ كيف نعبد من لا نعرف؟ والله سبحانه وتعالى خاطبنا جميعا في معرفته سبحانه وتعالى بقوله فاعلم، ولم يقل فاعرف، لأن المعرفة تكون عن جهل، وكأن العلم بصفات الله وبتوحيده أصل علم على علم، لأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها أساس فيه. فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم أين هذا العلم؟ كيف نقدره حق قدره وليس عندنا هذا العلم؟ الموضع ليس موضع تفصيل، وإلا لتكلم الإنسان ساعات وساعات، لكن واجبكم أن تأتوا إلى المساجد وأن تحضروا دروس العلم وأن تفهموا دينكم وأن تعلموا أبناءكم وأن تعلموا زوجاتكم ما تعلمتموه. إن فعلنا هذا، إن تعلمنا وفهمنا، إن قدرنا الله حق قدره عندها، وأقلعنا عن الذنوب ومضينا على الطريق القويم على المنهج الصحيح الذي شرعه لنا ربنا تبارك وتعالى، فأبشروا بالعزة، أبشروا بالنصر، أبشروا بالتمكين، أبشروا بالقوة، أبشروا بالخير، لأنكم نصرتم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ من الذي سينصرنا إن خذلنا الله؟ فإن خذلنا الله خذلنا كل ما في السماوات والأرض، وإن نصرنا الله نصرنا كل ما ومن في السماوات والأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياكم، أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. تقدموا بارك الله فيكم، تقدموا دعوا مجالا، واللي في آخر المسجد يتأخروا حتى يترك الوسط لمن يدخل من الباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، فإذا انتهينا مما قلته مما يرجعنا إلى الطريق الذي انحرفنا عنه، فإنه يبقى لنا شيء لم تسد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بسببه. كان من أعظم الأسباب المعينة على سيادة هذه الأمة وعلى وصولها مشارق الأرض ومغاربها، إنها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا في سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فلولا الأخلاق الحسنة التي قال صلى الله عليه وسلم فيها: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الناس معادن كالذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إن أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الأخلاق. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الأخلاق، الأخلاق يا عباد الله، الأخلاق، الأخلاق، الأخلاق هي التي دفعت الخلق إلى الإيمان برسول الله. صبره على الخلق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولمن صبر وغفر، إن ذلك من عزم الأمور، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هاووم يا محمد، أعطني من مال الله الذي ليس بمالك ولا بمال أبيك، خذ هذا لك. يرجع بعد سنة ومعه جميع قومه يدخلون الإسلام: جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، جئتكم من عند رجل صبور، شددته هكذا من ثوبه فلم يضربني ولم يقتلني ولم يؤذيني. صبر على الناس، الأخلاق الحسنة. أنتم رسل إسلام في هذه البلاد، كل واحد منكم باختلاف عرقه ولونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هنا في أخلاقه الحسنة مع الخلق، في الصبر عليهم، في التأدب معهم، في هيئته ونظافته وتعطره، في عدم هيجان شعره وثورانه، في عدم تقليده للكفار، في عدم تقليده للمخنثين، في إعانة الخلق، في استقامته، في التزامه بمواعيده، في صدقه في معاملاته. أنتم رسل، إما أن تأتوا بالمسبة للإسلام، وإما أن يشير الناس إليكم ويقول: انظروا، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. أيها الناس، ادخلوا في دين الله، ادخلوا في دين محمد، لأننا نرى هذا الدين يمشي على الأرض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أخلاقنا وأخلاقكم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق،
لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم طهرنا من الشقاق والنفاق والشرك وسوء الأخلاق، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم زد في إيماننا. اللهم زد في إيماننا. اللهم زد في إيماننا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.